بسم الله الرحمن الرحيم. شاهد على روحك يا فلاتي يا ابن النصابين. ليه بس يا عم عبده؟ ده احنا معرفه قديمه. اللي خد على الله لابد ياكل المعلوم. راحت ده العمر يا عمرك عمرك في صوابعي لو ما قبتش. عيب بايه؟ بما فيش بحساب 12 قرش وسبع حمصات افيون. انا ما بنكرش. لكن ما بتدفعش. ما انت عارف. انا مش عارف جنس اهلك ايه لما تتعمر وتتسلطن ببلاش. انا كنت جاي ومقابل حسين كنت جاي له. ده انا برضه فوت قدامي فوت قدامي على صاحب المال يشوف معاك حل. روى امال يا معلم ضابع، ده ما يستاهلش حرق نقطة دم واحدة منك. ايوه انا ما استاهلش يا معلم. اخرس يا نصاب، ده ما اتخلقش لسه اللي ياكل حق الضبع. يا ابو عقل مخروم يا وسخ. يا معلم صدقني يا معلم وحياة شرفك انا. تحليش الشرف يا واد. تطلع ايه دي؟ دي بنتي بنتي تفاح. انت معاك كام يا واد من اللي عليك يا واد؟ بيقول ولا مليم. ولا مليم؟ تفاكرها ايه يا يا احمى؟ وانا ولا ايه ما تنسى؟ انا اللي كنت عشمان في حتة تسلق طولي وتنور لي مخي عشان تخليني اعرف افكر ازاي ادفع اللي عليا. علوطة برضو. ريحك يا سي ضبح، انا من ايدك دي لايدك دي ومستعد اكتب لك وصلة امانة. وصل أمانة؟ وانت اللي حتجيلي من غير ما ابعتلك ولا ادور عليك، عارف ليه؟ مش مهم اعرف. انا فعلا هاخد وصل أمانة، بس مش على ورقة، هاخده من لحمك. عبدو هتمناية استلم. وقالوا عالغابة منكوبة النكبة جت من أهليها، الحكم فيها للوحوش
والقوة هي القانون. عملوا للحوت عروسة والغابة عملوها بوسة، بتفوت التعابين. تعابين دخان ترقص في الزفة، في زفة التيه، زفة عروسة، عروسة محقولة على فارس المطحونين. وزمان قالوها مثل عبرة للناس يحكوا، اللي معاه الجنيه يسوى جنيه، واللي معاه القرش بيمسكوه. انزلي يا بنت، ما تنزلي يا روح امي. الله، انت عايز عزومه؟ اهلا يا معلم يا كبير، وشك ولا القمر؟ ازيك يا سكينه يا دح، يا ملكه النقطه والفتح يا قمر. خلاص راحت ايام القمر يا رابع. قمر بالساتر يا سكينه. مستوره بنفسك يا سيد المعلمين. الله يخليكي، البنت دي هتداريها عندي، ما تفرطيش فيها، وانا هبقى اجي استلمها بنفسي. بقولك ايه، ما تغيبش عن عيني ولا تبعد عني، دي امانه وكل واجب بثمن. وسكينه وهتأنسني لحد امتى بسلامتها؟ اهو حسب عتبتها، بس اللي هتكلفولك هدفعه واكتر كمان. تعالي. تعالي يا ضنايا، تعالي يا اختي عشان هدور لكم نمرة عشرة عشان خاطر عيونك. ويسكي دي عايزه بقى شريب يقدرها، لو ما كانتش مضروبه. مفيش حد مضروب في البيت ده غيري انا يا معلم. مقبوله منك يا ده. بكام؟ طول عمرك واعي يا ام فتاحه، انا هديكي فيها لحلوحين. لا كحكه. خمس لحليح؟ اه. وماله، مش خساره فيك يا ده ابدا. جبت البت دي منين يا ضبع؟ انا ما جبتهاش، هي اللي جت. تعال يا ضنايا لما شطفك. يا عيني، هو انت كان عليكي ذنب يا ضنايا ولا عليكي ذنب؟ تعالي مالك، ما تخافيش يا بنتي، خشي عليا، خشي خشي يا حبيبتي خشي. يا خرجان الباب الحمام وكل خد عليه خوخة 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 خوخة. Thank you.
5 جنيه اذا حلال عليكي الخمس لحليح اذح مش خبط يا بابا على الستارة ايدي توجعني طب كح يا بابا مش كده يا بابا حرام عليك يا بابا يا عيل لسه صغيرة يا بابا مش كده يا بابا حرام عليك مش عايزة يا بابا حرام عليك يا بابا حرام عليك يا بابا مش كده يا بابا حرام حرام يا بابا حرام عليك انت حلوه وانا حلو معاني زي عوايدك ده انا من يوم رجلي ما دخلت البيت ده في الليله المهببه وانت بتسمعي اللي انت عايزاه وما بتسمعيش اللي انا عايزاه ولما انا زي بنتك صحيح اللي سبت اللي جرالي ده يجرالي ليه صحيح من يوم ابويا ما مات في السجن انتي ما خليتنيش احتاج لحد كنت اصبط دموعك اصدقك افتكر جرحي اكذبك مبقتش عارفه مبقتش عارفه راحتي من عذابك خالتي خالتي الحمد لله انا اهو خالتي انا اهو خالتي يا ما انت كريم يا رب سامعيني يا بنتي خلاص يا خالتي اللي راح راح لا انت العوض انت عوضي يا بنتي انا خلاص انا خلصت يا تفاحه ما تقوليش كده يا خالتي ما تقوليش كده انا اكلوني لحم ورموني عظم وفي رجاله يا بنتي ما بتعتاش حتى العظم بس انا عظمتي ناشفه بقيت اخد اكتر منهم وبقيت اضحك على العقر اللي فيهم واكنس 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 بصي راح فين بس يا خالتي وانت تعبانه ايوه يا خالتي بس انت تعبانه بصي ايوه سيبيني حاسي بس يا خالتي حاسي بصي تعالي بصي بتعملي ايه بس تعالي بصي يا بنتي
بصي اقعدي شوفي ده مش عوضي ده ليك انتي. انا في اسمالي يا بنتي كان دمي ولحمي، لكن اسمالك انت ده سلاحك انت. خالتي قومي يا خالتي، قومي انت تعبانه، قومي يا خالتي. اتغدي بيها يا تفاحة قبل ما يتحشوا بيك. الضبع صحيح دخل السجن، لكن في مليون ضبع غيره ومسيله يطلع. خلي بالك من نفسك يا بنتي. وادي عفاريت، الدفع الليلة دي فوري مش عنوتة وقبل التسليم. بس مطلوبك حراق قوي يا معلمة، ده ولا الضبع في زمانه يشعللها كده. الضبع فكرك صبيان وهيشعللوها زي كده؟ اللي عايز النار يستحمل لسعتها. خلاص شعلليها يا معلمة من أجل رفع مستوى العجوة يا كبيرة. ربنا يفك سجنك بقى يا ضبع. ارجع هوبا ولع بقى، ها ولعني وخش عليا. يلا خش. خش يا كل، هات يا اخويا، خش خش اشرب، طلع منها خشيشه، طلع منها خشيشه، ولع وخش عليا. يا عاتب حالا يام. يا اغلى من ايام ابن الوز عوام. لو انت سامي ده ابن الوز ده. والله كلمت الفكية الا فين الواد عفاريت؟ راح يا اخويا يخدم عند بنت عتبة معلمة تفاحة. Thank you.
انده الدكتور نديم بسرعة. حاضر. خير يا دكتور؟ خير ان شاء الله. عادل في ايه يا دكتور؟ ولا حاجة، ممكن تستنى برا شوية؟ مني يا عم خميس، هيتخطف، هيتخطف يا عم خميس. ادي الله وتحكمته، الدنيا ملهاش امان، تدي باليمين وتاخد بالشمال. شجرة صبر زهرها مر وجدرها تعبان. Thank you.
بسرعه يا سحفان. حاضر. والعمل ده احنا ورانا سد. قول يا زعفان، ده باين عليه عمره قصير. ما تحاولوا تردوه، ده باين عليه رمه واحنا هنطلع خمه. محدش منكم يتحرك الا لما اقول لكم. شخشخيله بالمحسوس، ياما بدل متقيفه على قرع بس مرسوم. دكتور نادين. ست فاكيها، انا هوفر عليكي اي كلام هتقوليه. اللي بتعمليه ده غلط ولازم نصلحه. نصلحه ازاي يا دكتور؟ تاخدوا عاطف وتشرحوه، ما يبقى حلال ولا حرام. ابنك مات يا ست فكيح، مات، والتشريح بالنسبه له ملوش اي تاثير. تعذيب ليا انا، انا امه يا دكتور، امه. بس ده قانون، والقانون. يا دكتور نديم خلي مخك كبير، فكرنا زي غيرنا. التاجر من دول ما يوقعش الا اذا كانت عليه اخباريه، وساحه الزنقه ما يوقعش غير المغفلين. لان القانون ما بيحميش المغفلين. امال بيحمي مين؟ المفتحين. هما المفتحين عايزين حمايه. طب خلينا مفتحين، ويا بخت من نفع واستنفع يا دكتور. ست فاكيها، دي تاني مره تغلطي في حقي. اذا كان ابنك عزيز عليكي بصحيح، فما تشتريش سكوتي بالفلوس. واذا كان عاطف عاش عمره القصير في الضلمه، فاقل ما فيها موته يكون شعاع نور. عم خميس، أنا عاوزك تخف إيدك شوية على الجلاليب اللي عندك. دول نص ناس تمعلمة فكيها وكلهم سود. أنا إيه؟ أنت هتقعد بيت عمرك حزينة؟ يعني همسك للحزن ساعة وأقول له معادك خلص. ده يمكن حزن دقيقة يعيش معايا العمر بحاله. حصلت معايا حزن دقيقة علم في جتتي 20 سنة،
وما لقيتش دواء غير الصبر. وحصبر كتير على الفساتين يا عم الخميس. هجيبهم لك لغايه عندك بعد الظهر. مزروعة في أرض ملاحة والرجالة اللي فيها بيريلوا على خنازير. وماله اللي صبر على ده كله يصبر على خد الجميل. سيب التعليق يا معلمة. على فين يا عوكة؟ شفنا جدع المعلمة تفاحة في الخيال ده هتسيبك. احنا مالنا وماله؟ خلينا في حالنا يا عم. تعالى يا عم سيبهم هما يتصرفوا مع بعضيهم. تحية للمعلم الطابع اللي ربنا هيفك سجنه بكرة. تعالى بعيد عن بيتي يا روح امك. بيتك بيتك اه اه يا مصلحة اه. هو ده معقول المعلم الطابع يطلع ويدخل حتته في ديز؟ شلها يا معلم ضابع. البيت بيتي وانا فاهمة كلامك المعوق كويس. وكلمة زيادة هعلقك مطرح التعليق يا دلدول المعلم. لا بقى ما تخلعش لسه. سن نفسك يا تمنايا وشوف بتتكلم مين. بتكلم مين يعني؟ ده الحبل اللي هينزل هخلع بيه ادخل تخين كده. طب انا هديها لك بقى عشان نشوف مين فينا التخين. رايح فين يا تمنايا؟ رايح عفريت. رايح عفريت. رايح عفريت. رايح عفريت. رايح عفريت. انا بقى هوريك. توري مين؟ الله اللي هقرب منها. انا هفتح كرشه. مالكش دعوه بالموضوع ده خميس. هو انت مالكش دعوه بالمعلمين. الله كل واحد حر في بيته وماله وكل واحد عايز يجامل يجامل في حدوده. ماشي يطول على ساده وايه اللي قاله مع المعلمه التفاحه؟ الكلام ده كلام كبير يا خميس. انا كده يا تمنايا وكلنا ولاد حته واحده برضه عيب نتعدل اصول. عندك العيب يا عم خميس تسيبها للمعلمين. يلا يا جدعان وكله ملحوق. يلا تشكر يا عم خميس. ده اقل من الواجب يا ست تفاحه. ست والنبي انت سكر يا عم خميس. فوتك بعافيه. يعافيك ربنا يا ست الستات. ما تنساش بكرة الخميس فرح بنت أبو سرية. عايزاك توصي على 5 بيتة ورد كبير وتحط عليهم اسمي برضو بالخط الكبير. واجب يا معلمة. ايه مالك يا عفريت؟ الواد تمنايا ابتدى يفرد هو المقاطيع بتوعه. اتمنى الضبع خارج من السجن بكرة وهينزل الملعب من جديد. وماله؟ ده انا مستنية اليوم ده من زمان. بس بالهداوة يا معلمة. الضبع ده حيوان لو تشك دبوس بيلطش شمال ويمين واحنا ورانا شغلنا. مش عايز اقلق عليك يا معلمة. ما تخافش عليا يا عفريت. المرة دي انا جاهزة له تمام. ويا ويلك يا ضبع من تفاح اللي حقنته بالسم وهي لسه خضرة وكبرت مع جرحها. طب وجلال الله انت توزيني 100 معلم وانا من ايدك دي لايدك دي ورقبتي فداكي. الله الراجل خميس عصفور ده حكايته حكايه. عرض نفسه للموت وهو ما يستحملش حتى شك الدبانه. تفهم منه ايه يا عفريت؟ انا ما بفهموش. انا واخده كده على عيبه. ولله في خلقه شؤون. بس واجب برضه نقدره على اللي عمله معانا. بيه ده راجل بيقوم من الغابه على البرشام. يا ساتر خلاص هو ما بقاش في حد عدل ابدا. خلاص ناوله ما البنايا ويبقى على الاقل رضيناه. وعندك طعم مخدوم لخاموسه ولع وخش على ايدا. اطمي التفاحه من التفاحه. ما تشربش اي كلام. انا لازم اصونها والاعبها في احلى وقت واحلى مكان. مساء الخير. مساء الفل. قشطة.
حكومة يا أحمد! حكومة! مين الواد ده يا عفريت؟ لا ده الواد بلاط بيشتغل فرداني كده على خفيف، يشتري القرش ويفك ويسرح بيه، بس واد غبي ما عندوش تصريف. خلتها بلاط الكلب وقع بلع الحته كلها. عملتها يا بلاطه؟ رد على سعادة البيه. طيب رد على سعادة البيه. انا مش متاخر، بس هو مين فيكم البيه؟ يلا بينا المستشفى. يلا. ولا مهم ولا حاجه، لان القانون ما بيفرقش ما بين تاجر كبير وما تصايص يا بلاطه. يبقى مغرب. قصدك مين؟ على العموم ما تنساش تجيب تليفون صغير لما يفوت. مع السلامة. خلي بالكم معايا كويس وفتحوا عينيكم. عبد الستار العربي، ابراهيم ابو خليل، وده ابو سريع. شيك شوك شوك شيك شوك 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 يا حبيبي جنب وقت الروح. شيك شك شوك شوك يا حبيبي جنب وقت الروح. تعال نروح بلدي حلاوة بالبلد يا نورالي حلاوة بقلبي بيشوك. شيك شك شوك شيك شك شوك. عندنا شغل مهم وكتير قوي النهارده. حضرتك يلا. اهلا 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 يا وسريع بيه. اهلا بعروسه المعلمين. دي العروسه بقى تبقى بنتك زينب، ربنا يسعدها ويهنيها. بس انت بقى عروسه الصنف الملبن اللي ريحته مسك ولمسته حرير. وهو فين الملبن يا ابو سريع بيه؟ احنا برضو المعلمين يا تفاحتنا، احنا الابهات، وانت مهما كبرتي وتدورتي من ولادنا.
الكلمة كلمتنا واللعبة لعبتنا. بتدور على حاجة يا أبو سريع بيه؟ بدور على قلب تفاحة اللي دقته نشزت ونسيت أصول الكار وأدب. أنا قلبي مات من زمان يا معلم، أنا خلاص ما عنديش قلب. وأنا ما عنديش مانع، مش انت لميت الملبن كله من السوق وطلبت فيه الطاق 30؟ السوق يا ابو سريع بيه، واللي ينزل المزاد يستحمل بلوي. اهي دي عيبة ما تطلعش من معلمين، ومع ذلك اذا حكمت انا حنزل صنف جديد. انا اللي بجيب الملبن وانا اللي حضربه في السوق، حملبن الحديد وسم الصنف تفاحة، واحنا زباينا مساطيل يا رقشوا الحديد مدام ريحته فواحة. قلت كل اللي عندك يا سيد المعلمين؟ لا لسه، وفي كلام كتير حنقوله بس بعيد عن هنا. والعروسة والعريس والعروسة بالعملة الصعبة استرليني ريني. وكمان عملة صعبة دولار. ما هي ليلتك يا معلم ضابع، يا معلم ضابع. بس الليلة ليلة ابو سريع بيه وبنت ابو سريع بيه وعريس ابو سريع بيه، والثلاثه دول وبس. قولي معايا الف تحيه. تحيه لكل من يحيي الثلاثه دول وبس. وبس والباقي لا لا طبعا. وانا اللي لادي حرقص رقصه معلم في فرح معلمين. الشندويلي اللي رانطاه عند سكينة الداح. تفاحة Thank you.
ألف بعد الشر يا معلمة. بإذنه حتروقي بعد البخور يا معلمة. ألف سلامة يا معلمة. معلمة. سلامتك يا معلمة. معلمة! ما تشغل يا سعفان، اعمل لك هيمة وشطب القهوة. عليا يا معلمة عليا. ساتر يا رب، اللهم اجعله خير. بقى حتة بنت ما تسواش قرشين كبس تحرقنا انا. راح فين؟ بقولك ايه؟ احنا كبار قوي وكرم قوي، والضيف اللي يخش بيتنا بنشيله على كفوف الراحة لغاية ما يرحل بالسلامة. بس هي إيه عايزة تجيب دماغ الأرض؟ زي ما أنا والسبق سففتها التراب. لا، أنا جايلك يا بنت عتبة. مين ده يا ولد؟ تفاحة، أحلى تفاحة. بيها دي قادرة ونعمة، كلت مني السوق، ومن عارف بكرة الدور على مين. ما هو الحق عليكي، أنا كنت في الغربة لما هي طلعت وفردت، إنما أنت بقى كنت فيه. المهم أنت هتعمل إيه؟ دي ممكن تكبر وتبقى راس كبيرة قوي. وأنت شايفة إيه؟ أنا شايفة إن العند مع واحدة زي دي ممكن يطلعها فوق بدل ما يقضي عليها. اسأل لنا
انا برضو المعلمه فاكيه. يعني ايه نسيبها؟ انا ما قلتش كده. امال ايه؟ تشوف لك سكه تانيه معاه، دي مهما كان وحدانيه ومحتاجه. على راي المثل اسال فاكيه تلاقيها. على اذنك. بس اوعى اكل التفاح ينسيك الذهب. لا لا لا، طمني اطمني. سلامة التفاح الامريكاني واللبناني. الله يسلمك يا عفريت. خميس عصفور برا عايز. انا لما سمعت جاري. كوكو كنت اتمنى انه يكون كله تفاح، لكن هي تفاحه واحده بس، عشان انت كمان تفاحه واحده ما فيش غيرك. كتر خيرك يا عم خميس. كتر الف خيرك، انت اللي هترجعي لنا بالسلامه. ربنا يخليك يا عم خميس. عشانك انت بس. ايه يا عم خميس. قصدي عشان اعمل لك فستان سلامتك. لا لا لا، فستان فرحك بايديا دول، وتقبليه هديه من خميس الغلبان. وليه تتعب نفسك يا عم خميس؟ تعب؟ تعب ايه؟ ده انت تعبك راحة ست تفاحة. تعبك راحة يا سعفريت. تعبك؟ تعبك راحة يا سيد الدكتور. لا، عيني عليكي باردة النهاردة. البركة فيك يا دكتور. ولو انك قلتي حاجات غريبة قوي تحت تأثير البنج. أنا؟ قلت إيه؟ الله الله، ايه اللي بيضحكك؟ مش عارف، لقيت نفسي على غفه كده عايزه اضحك. على كل حال وشك بينور وانت بتضحكي. يا ساتر، الف لا باس عليك، وحمد لله على سلامتك. حمد لله على سلامتك انت يا ضابع. طمنيني على صحتك، انت عارفه غلاوتك. لا اطمن، كلها ساعة وقفتاني على رجلي. أنا لما عرفت إنهم نقلوك المستشفى جيت وأنا قلبي بيرفرف زي الطير الخفيف. ولا يهمك يا ضبع، أنا وجرحي خلاص اتعودنا على النزيف. ألف لا بأس. تشكر. الواجب وعملناه، عدانا العيد. إذا حسيتي بأي حاجة أنا موجود، ابعتيلي على طول. باين على كف عفريت كل اللي حلتنا حطيناه في الملبن، وأبو سريع مش هيرحمنا. أدم المؤاخذة بقى، أبو سريع بيبيع لك كلام وأنت بتاكليه. يعني إيه؟ يعني نلعب إحنا كمان. نلعب أبو سريع؟ ده راجل يولع الدنيا وياكلها ولعة. حلو الكلام، شاركيه. أنا هشارك أبو سريع. ساعتها هنبقى في التمام. مليونير يشارك شحاتة. أنا مش هشارك أبو سريع، أنا هشارك غيره عليه. أنا يا هوبا، خد يا معلمة ست الكل حنينة علينا. قهوة، شاي، ارفع. صباح الملبن يا ملبن. هات له شاي. امر يا عمر. تفاحه لسه ربنا ما افتكرهاش. ده لو افتكرها يبقى رحمها، احسن من الضابع اللي مش هيرحمها. ربنا ما يعيدها زياره يا معلمه. قول لي يا عفريت، مش واجب برضو نشوف الدكتور نديم بحاجه؟ ما يضرش، وهي حركه جدعانه منك يا معلم. دول مهما يهلبوا برضو غلابه. بينا عفريت. اتفضلي يا معلم. ادخل. دستور. اهلا اهلا. اشوف وشك بخير بقى يا دكتور نديم. اشوف وشك بخير في اي حته ثانيه الا هنا. في الحقيقه انت طيب قوي يا دكتور، انا مش عارفه اشكرك ازاي. ولا يهمك، بس انت خدي بالك من نفسك. على الله، كتر الف خيرك يا دكتور. مع السلامه. الله يسلمك.
كتر ألف خير. مع السلامة. لا لولا قريب ولا انيس، راجل صاحب عايا، ربنا يشيم اللي هو فيه. المهم ادي الغله بتاعت النهارده. تشكر يا عفاريت. قول لي خدت نصيبك؟ لا خليهم لي عندك يا معلمه. معلش يا معلمه فرحيني، انا وصلت لكام دلوقتي؟ قربت على استكيه. ياه بس ده لسه كتير قوي. وعايزهم يبقوا كام يا واد؟ انا عايزهم تأبيده. ياه 25,000 حته واحده، وهتعمل بيهم ايه يا منيل؟ هعمل ايه؟ هعدوه. عن اذنك يا معلم. ينيلك يا عفاريت. انا جاي اقول مبروك على السلامه. طب اتفضل اتفضل يا عم خميس. انا وعدت اعمل فستان فرح بايديا، ووعد الحر الدين عليه. ليه انا فستان فرح؟ ليه انا؟ ده انت عروسة الاحلام، احلام كل راجل. ده انت عروس الدنيا كلها. انا عروسه مع وقف التنفيذ يا عم خميس. لا ما تحرمنيش من هنا فصل فستانك، راح يجي اليوم اللي تلبسيه وساعتها ابنتك خميس عصفور. لازم يعني يا عم خميس؟ عشان خاطر ست تفاح بيوم ما هتلبسيه هيبقى يوم فرحي انا. طيب يا عم خميس عشان خاطرك انت بس. انا احسن خياط فساتين، اسألي عني. انا قص ضرب رجلي بس الزمن، العين بصيره واليد قصيره. من عصرك ابدا يا ست. طب استناني ما تمشيش، ما تتنقلش الا لما ارجع لك. روح يا تفاح، ربنا يقابلك ولاد الحلال. Thank you.
خد يا عم خميس. ليه كده يا ست تفاح؟ ده انت جرى ايه يا عم خميس؟ انت عايز تعملي الفستان سنس ولا ايه؟ يا راجل خد. تتقطع ايدي لو لمسته. يا عم خميس انا مقدره شعورك كويس، بس الشغل شغل. افتح. لا خليك انت. ألف حمد لله على سلامتك يا معلمة. نورتي الحتة تاني بوجودك. الله. خميس؟ أنت هنا خميس؟ يا راجل أنت قاعد هنا وسايب الزباين هناك ترن في المحل. يا راجل خليك في أكل عيشك أحسن. عندك حق. أنا كنت ناسي. السلام عليك يا ست تفاحة. عليكم السلام يا خميس. عليكم السلام يا اخويا. ألف سلامة. زباين ايه؟ النهارده الحد أنا ما بفتحش. ما تستريح يا معلم ضابع. ها؟ يريح قلبك. تعب الجسد مقدور عليه. ربنا يريح القلوب يا معلمة. وانت ايه اللي تعبك؟ ده انت طول عمرك ضبع. وانت طول عمرك تفاحة. ما راح اجيب لك حاجة ساعة تشربها. بقولك ايه؟ ملوش لزوم. يا معلمة يا متعلمة ارتاحي تفاحة ارتاحي. احنا ياما شربنا. فاكرة تفاحة؟ احنا ياما شربنا وشبعنا شرب. بس شرب عن شرب يفرق. انا بقى حريف شرب. ما انا عارفاك انت هتقولي. انما لسه بتحب الخمره المضروبه؟ ده انا كشفها بطرف لساني. انا الخمره اللي تعجبني الخمره اللي بتدوش المعتقه. تفاحه تفاحه وطول عمرك تفاح. بس الخمرة المغشوشة بتسمم يا ضابة. الله ما تزلقنيش امال، انت عارفة معزيتك عندي قد ايه. انت هتقولي اذا كنت نسيتوا اللي جارة هاتوا الدفاتر تنقارة. تفاح. هو انا عمري نسيتك يا ضابة. الله انت هتقولي لي شاعر. بقولك ايه خلينا في اللي احنا فيه. تفاح. الزم حدودك يا ضابة. أنا ما بقتش صغيرة. وأنا ما بقتش قادرة تفاحة. يبقى تعال كده ونتفاهم. ماشي نتفاهم. بس أنت مش حاسة بيا أبدا. بالعكس. بس أنا كبرت. مش جسمي بس اللي كبر. لا مخي كمان. طب كل عقلي الأول عشان أحبك. تحبيني؟ ترى عيني قرات. أراعيك 120. الله ده انت بتقولي كلام كبير قوي. كل شيء بالخناق الا الحب. في ايامنا دي زي التجاره بالاتفاق. ماشي نتفق. واللي اوله شعر اخره نوره تفاح. شاطر. حبيبي روق كده بقى لما اجيب لك حاجه تشربها. ماشي
ماشي. نشفت ريقة تفاحة. يا مقرب البعيد يا رب. تفاحة. معلمة تفاحة يا ضبع. ما تخزنيش، دي غلطة وكل غلطة تأيديها على حسابي، وحتشوفي رقبتي سدادة يا ام رقبة مرمر ومطعمة بالكهرمان. أحبك. غزيني غزيني يا تفاحة جنينة الضبع الخرمان. وهتفضل طول عمرك خرمان طول ما انا وانت بناكل من ايدينا ابو سريع السلطان. الله، انت يظهر عليك التفاحه اللي خرجت ادم من الجنه. انت اصلك معلم زهرات، وهتفضل طول عمرك كده طول ما سيدك ابو سريع ملكنك ومجرجرك وراي يمين وشمال. الله، اقول لك ايه، ابو سريع ده قادر ومالوش كبير، رجليه ممدوده في كل حته ودماغه فوق فوق واصل العالم، ما نحلمش احنا بيه. ابو سريع ده مش معلم زينا تفاحه، لا، كل اللي انت شايفاهم دول وانا اولهم وانت كمان عرايس معموله من القطن والورق مربوطة في صوابعه، تشتغله وتسليه بس. يا ويلها لو قربت من تاجه، هتضيع هتضيع قبل ما تعرف الموت جالها منين. خلصت يا سبع البرومبة؟ انا قصدي انورك يا تفاحة. ابو سريع ده ملوش جنسية زينا. انت صحيح ضبع بس رضع اللبن فار. الله تفاحة، مالك بترتعش كده من ست ابو سريع؟ لو مش قده ما تشاركنيش. ما انا ما انا مش قده صحيح. انا وانت قده يا ضبع. انت وانا هي مره واحده هنعيشها، يا ناكلها يا تاكلنا. لو عايز تشاركني هناكلها سوا، لو مش عايز انا يا تفاحة هعرف ازاي انيم ابو سريع واكله لوحدي ومن غير شريك. طب افهم، انت عايزة ايه بالظبط؟ عايز اوصل للورد. اللورد؟ كش ملك. دكتور نديم. ايه دكتور نديم؟ كش ملك. هو فين الملك؟ ويطلع مين الملك؟ انت باين عليك تعبت ومش هتقدر تكمل. بالعكس، انا لازم اكمل لاني لازم اعرف اذا كان كل دول بيحموا الملك. امال الملك بيحمي مين؟ وليه بتقولي كش ملك؟ ليه ما بتقوليش كش العسكري؟
عشان اللعبة كده؟ لا، لأن لعبة المخدرات لعبة الملوك، الكل فيها لازم يشتغل علشان يعيش الملك. أبو سريع يكسب. أنا آسفة يا أبو سريع بين أنا جيت من غير ميعاد. بالعكس، أنا كنت مستنيكي. الرفيق بتروفيتش. أهلا وسهلا. اللورد. الاثنين أصدقائي، واحد من الشرق وواحد من الغرب، ما جمعهمش إلا حب مصر، أصلهم بيحبوها قوي. ما هم بيقولوا اللي بيشرب من ميتنا لازم يرجع لنا. دول بقى عندهم تصريح بالبحث عن البترول من 20 سنة، وبرضه ما يقسوش. يا صبرهم زي صبر خميس ولا الدكتور نديم. نديم؟ تعرفي تلعبي دوجة وتفاحة؟ ما عرفش. هو بوكر بس على المكشوف. ما تعرفيش تلعبي على المكشوف يا تفاحة؟ بيتهيألي انه صعب. انا هعلمك يا تفاحة. 200 جنيه. صدق. اوكي شفتكم. تلاتة ارواح فولاس كان دم. اديك خسرت يا ابو سريع بيه. متهيألي انا خسرت الدهب، انما ما خسرتش اللورد. تعلمت اللعبة على المكشوف. ابو سريع بيه، أنا عايزك في موضوع مهم. عن إذنكم. تفضلي. تفضلي. الموضوع ده أنا عارفه. عارفه؟ عارفه إزاي؟ ده أنا الوحيدة اللي عارفه وجاي أقول لك عليه. الضبع قال لي. قال لك؟ قالك ايه؟ ما صدقوش، ده كذاب. هو صدقك انت؟ طبعا، حضرتك عارفني طول عمري، عمري ما اتعاملت على المتغطي. انا الوحيد اللي بلعب على المكشوف. تعلموها بقى قبل ما تيجوا تلعبوني، ويا تلحقوا تتعلموها يا ما تلحقونيش. صباح الخير يا دكتور نديم.
دكتور صفت. تصور النهار طلع عليا فجأة. الله، ده انت ما نمتش خالص. الوقت سرقني ما حسيتش بيه. ايه؟ أرق؟ هلا. زي كل سكان الحي. الليل بيطارد النهار. عايشين في قلق على طول. أنا ابتديت أقلق عليك يا دكتور نديم. وتقلق عليا ليه؟ أنا ما بشتريش القلق زيهم. القلق هو اللي اشتراني. وعلى فين العزمة يا دكتور؟ أنا بقالي يومين بفكر أروح للقلق برجلي. دكتور نديم، لا مؤاخذة، هلا خميس عصفور بتاخذ الهواء. أهلا، ازيك يا أبو خميس؟ ما تأخذنيش، عطلك ثواني. تحت أمرك. أصلا ما تأخذنيش ولا راح أجيب بيت الكرباش. أصلا يعني من كام سنة قبل سيادتك ما تشرف عندنا هنا في المستشفى أعمل لك شاي؟ لا متشكر، ما عنديش وقت. أصلا اتفضل. أصلا يعني كنت خليت الدكتور صفوت كتر ألف خيره يعني، كان عمل لي شوية تحاليل كده. انا اصلي كنت خليت الدكتور صفوت كتر الف خيره كان كشف عليا يعني، ولا مؤاخذه عمل لي شويه تحاليل. اعمل لك شاي تقيل؟ لا متشكر يا ابو خميس. بص الكلام ما رجعتلوش تاني، قول خوف. على فكره ده شاي كشري. ما قلت لك مش وقته بقى يا ابو خميس. التحاليل دي كانت عن ايه؟ ما انت هتعرف كل حاجه بقى من نتائج التحاليل. انا اعرف اعمل شاي خفيف. انت كنت بتشتكي من ايه يعني؟ هو ايه اللي يعني يا عم خميس؟ دي حكايه قديمه من يجي 20 سنه. اصلا مؤاخذه الحكايه ما تتقالش، تتعمل. انا فهمت قصدك. طيب انت هتفوت عليا في المستشفى وربنا يجيب الفيل خير. كتر الف خيرك، انا حاسس ان انت هتكون سبب الخير. ربنا يسهل. السلام عليكم. مع السلامة. كنت الصبر أخرته قربت. واحد حبلي يا ابني. وعندك واحد حبلي وراها الله. دكتور نديم. أهلا وسهلا يا دكتور نديم. اتفضل. شكرا. يا خطيب ما تتفضل. شكرا يا فكيه. ده ايه يا بنت؟ ايه اللي نابك؟ متهيألي كده الدكتور نديم ده بيستعبط ومرقد لي على جناية. حد يخاف برضه من الدكتور نديم؟ ده مرهم يتحط على الجرح يضرب. لا، ده نقطع دراعي المكان ناوي لي علنية. ده هو الوحيد اللي شافني وانا خارجة من المخزن. خدي المسائل بتاعتك، هاتي ايدك، نلميني. لو ايه؟ وعمل نفسه مش شايفني، ومن ساعتها كلامه معايا بالقطاره، وبصته ليا تقوليش اكبر نضاره. يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش. لا، انا هستنى لما اروح في ابو بلاش. طيب. دكتور نديم، يا ألف خطوة عزيزة، يا ألف نهار أبيض. أنا متأسف أوي إذا كنت جيت لك من غير معاد. يا خبر، ما تقولش كده. دي زيارتك دي عندي تسوى مليون جنيه، ده مش بعيد لو الناس حسدوني عليها. استغفر الله. وعهد مين ده يا شيخ؟ عهد الله. وعهد الله، أنا من نجمة، من ساعة ما فتحت عينيا وأنا بطلب من ربنا يبعت لي قلب حنين، إنسان طيب، أفضفض له على اللي في قلبي من غير خوف. بس أنا شايف إن عينيكي بتقول إنك أنت ما نمتيش كويس. ده خطيف. بس شوف ربنا، الحمد لله اهو ربنا استجاب لي دعوتي. اصلي وحدانيه. المعلمه تفاحه هي اللي بتقول كده؟ ده انا كان متهيالي ان اللي بتبيع الراحه للناس تبقى هي اللي مرتاحه. ما تغركش المظاهر يا دكتور، انا مش معلمه زي ما انت فاهم،
انا متعلمه بالنار. انا امبارح بصيت لنفسي في المرايه ما شفتش نفسي، شفت فرخه مدبوحه بتفرفر من حلاوه الروح. انا دمي سايح من زمان يا دكتور. ما انت في ايدك توقفيه. ازاي بعد ما رجلي خلاص جت فيه؟ على كل حال انا كنت جاي ارجع لك فلوسك. ايه ده ضابع؟ ده خنجر نصه فضة ونصه ذهب، ده ينفع يتسيح ويتعمل غوايش وخلاخيل وحلقان تلبسها النسوان. علشان نباتك دي بقى انا بحبك وعايزك تقتل تفاحة. اقتل تفاحة؟ واقتل تفاحة ليه؟ من غير ليه؟ انا مش معقول يا سعادة البي، واقتل تفاحة ليه بس؟ دمها تقيل على قلبي. الله، طب واشمعنى لا يعني بالذات اللي قتل تفاحة؟ عشان هي قتلتك وانت مش موجود هنا، يبقى انت اولى واحد انك تقتلها. فهمت يا معلم يا كبير؟ تفاحة؟ ايوه تفاحة يا نبيه. جرى يا معلم؟ انتوا بتشقطوني لبعض ولا ايه؟ طب المحروسه بتشقطك لحسابها، انا بقى هشقطك لحساب مين؟ ليش؟ ليش الكبير اللي خلاك انت سعاده البيه وخلانا احنا كلنا مقاطيع. كل برغوت على قد دمه يا ضبع. اسمع الكلام يا ضبع، اقتل تفاحة. علاجك متأخر يا عم خميس، كل ده سبب الوهم اللي انت عايش فيه. ايه يا راجل ده؟ 20 سنة مخدرات؟ ده شيء رهيب جدا. ومع ذلك انا هديك الدواء ده، تاخد منه 3 حبات في اليوم وتتغذى كويس وتخلي املك في ربنا. قادر على كل شيء. ربنا يطول عمرك يا دكتور. انا حاسس ان انا اتولدت من جديد. انا هتغذى كويس قوي، هاكل جوز بلاخ النهارده. بالهنا يا شيخ. طب عليكم. فيتامين الامل اكبر مقوي في التاريخ. الاولها من زمان لبستك والدنيا زفاني والدنيا في الحرمان قلعتك والحسره كوياني والتلك تبدا يا دنيتي هنعيده من تاني وتاني تاني تاني هنعيده من تاني 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 تاني. مين؟ أنا خميس. تعال يا عم خميس. اتفضل يا عم خميس استريح. مستني الفرحة وجاهز على اللبس يا ست الملاح. انت لسه فاكر يا عم خميس؟ ده الفرح خلص من زمان. هو الفرح له زمان؟ عايز الفرح البسي له فستان.
كتر خيرك يا عم خميس. طب حطه على الترابيزه عندك. المسيح تفاح، خليني اشوف شكله عليك. انا سرقته بروح مش بصوابع. انا حطيت فيه كل اللي راح من عمري. وتمنيته ليك يا راجل. انت مش هتبطل لقمه بقى يا عم خميس؟ انا اخي انا منك اخ. طيب عشان خاطرك انت بس، بس دور وشك. اللهم صل، اللهم صل على كامل النور. قول له عايش يا خميس ولبست القمر واستنى الفرح. مالك يا عم خميس؟ الفرش دايما اليوم خميس. دوق المزاهر في الضلوع. انا دامع دايما الكراريس. عم خميس، عم خميس. تفاحة. مش ممكن. انت لسه بتحلم يا خميس. راحت عليك من سنين يا خميس. لحد امتى هتفضل عايش في الوهم يا خميس؟ لحد امتى؟ لحد امتى هتفضل عايش في الوهم يا عم خميس؟ مالك يا عم خميس؟ مالك؟ عم خميس، عم خميس، مالك يا عم خميس؟ مالك يا عم خميس؟ رد علي يا عم خميس، رد علي يا عم خميس. أنا تفاحة، أنا تفاحة يا عم خميس، أنا تفاحة. تفاحة؟ أيوه. دور تفاح، رسيني كمان بقى.
في ايه؟ فوزية؟ تعملي ايه عندك يا فوزية؟ فوزية! بالي ان اجي الاقيك هنا. تبقي ما بتفكريش فيا، هو انا بقى كده واخد على خاطري. ما تقولش كده يا ضبع، هو معقول انك تتنسي؟ ده انت بقيت ليلي ونهاري. عشان كده قعدت افكر في الكلام اللي انت قلته لي عن ابو سريع، وقلت لنفسي يا واد يا ضبع، يا واد يا ضبع، يا واد يا ضبع، توصل لها ازاي؟ قصدي لنبهتك ومفهوميتك. هو انا صحيح معلم، بس انت كمان كبيره وايدي في ايدك، هنقطع العرق ونسيح دمه. ازاي؟ تفاحة! انت عارفة ابو سريع طلب مني ايه؟ اقتلك. Thank you.
لكن انا قلت له لا لحد كده وما اقدرش. دي حبيبتي وروحي كمان، وكمان كلامك طلع مظبوط. احنا نتغدى بابو سريع قبل ما هو يتعشى بينا. قعدت افكر واخطط ازاي انا اوصل للورد. اللورد؟ اللورد اللي بيشغل ابو سريع. هناكله احنا الاثنين وهتحلو قوي يا تفاحه، واللعب هيبقى على كبير قوي. وهتوصل للورد ازاي؟ وصلت له. بس كل اللي فاضل معاد يلم الثلاثة، تفاحتنا واللورد ومحسوبك. امتى وفين؟ انا هبقول لك على الكلام ده بعدين. وانا ما عنديش مال. يبقى خلاص نمضي العقد. بخيلة تفاحة. سلام. كده لقيت لك اسد وارنب واقفين. انا رحت باصص للاسد كده بصراحه، راح واخد بعضه وماشي على طول. اصل بصراحه صعبت انا عليه بقى. ما فضلش غير الارنب. قلت اعمل فيه ايه؟ اعمل فيه ايه؟ قلت بس اخده البيت معايا واسلقه واذبحه. يا اختي ما تتفضل. يوه مالك يا دكتور؟ ولعه وخش عليا. يا اخويا اتفضل يا دكتور. ما فضلش قدامي بقى غير الارنب. قلت اعمل فيه ايه؟ اعمل فيه ايه؟ فوق روحك Ah!
واد مالك واقف مكلم كده؟ واقف الدكتور نديم على الشغل. تقول يا واد ليه؟ عمل ايه؟ احنا مالناش دعوه بيه، ده راجل مشبوه. دكتور نديم راجل مشبوه؟ انت بتقول ايه يا واد؟ راجليه معلمه مشبوه عند كل المعلمين الكبار. طز بقى في المعلمين الكبار يا تربيه فكيه. وانا من النهارده خلاص طلعت الكارده للابد ومفيش اي حد شريكي. لا الضبع شريكك وكل معلمين الصنف شركاتك. انا بقى خلاص النهارده راح افض الشركه مع الضبع. هي ايه العباره؟ هقابل الضبع. ايه مالك؟ الضبع. ايوه الضبع. انت صدقت حكايه اللورد دي؟ طبعا ما صدقتهاش. المعاد ده مش معاد اللورد، ده معادي انا مع الطبع. طب اجي معاك يا معلم. لا معلمة عشان خاطري ما تروحيش لوحدك. اسمع الكلام يا عفاريت، هات المفتاح. لا يا معلمة لا. اسمع الكلام. لا يا معلمة استنى. بقول لك لا. خدي ده معاك يمكن تحتاجيه. وبعدين يا شكري فاضل 3 دقايق والبرنامج هيطلع الهواء والدكتور نديم لسه ما وصلش لغايه دلوقتي. الدكتور نديم اول مره يعملها. اهو عملها يا سيدي. الدكتور نديم اخيرا وصل. سيداتي انساتي سادتي مساء الخير. لا شك ان المخ من اهم الاعضاء في جسم الانسان، والليله هندردش مع الدكتور نديم شوقي اللي عودنا دايما في حلقاته السابقه على اثراء معلوماتنا، وخصوصا انها معلومات مرتبطه بالصحه والمرض. والنهارده سيداتي انساتي سادتي هيكلمنا عن اهم التطورات في علاج المخ. اهلا بيك يا دكتور نديم. يا ترى ممكن نعرف من سيادتك ايه اهم الاسباب لامراض المخ اللي زادت اخيرا؟ طب هل هي مثلا ظروف العصر والتوتر العصبي اللي موجود في الحياة دلوقتي؟ الدخان الازرق افندم؟ الدخان الازرق يا ترى ده اصطلاح علمي يا فندم؟ مفيش حد معرفش الدخان الأزرق، مفيش بيت معناش من الدخان الأزرق، كلنا نعرفه لأنه مغطي السماء اللي احنا عايشين تحتها، مغطي السماء القارة كلها اللي احنا جزء منها. الدخان الأزرق عقار لا يستخدم في أغراضه السلمية، فيلم رخيص لا يعبر عن واقعنا بأمانة، كتاب مدسوس علينا عشان يهدم أفكارنا، عشان يهدم مقدراتنا الروحية. مزيكا رخيصة بتثير الغرائز الرخيصة في الإنسان. الدخان الأزرق بيبسوه علينا من كل اتجاه، من الشمال والجنوب، من الشرق والغرب. الدخان الأزرق بيتسلل من الشقوق، من الشروخ، من الثقوب في القوانين. الدخان الأزرق أحدث سلاح في أخطر تجارة، أصحابها خبرة قاعدين كلهم في الريفيرا وفي كابري وفي جنيف. انتوا مجرد سوق، سوق خرده كمان. الدخان الازرق مش ممكن هتحاربوه الا اذا حشرتوا جثث الضحايا في خروم الحدود، وساعتها هتلاقوا السماسره واقفين لكم بالمرصاد، ومعاهم اكبر قاتل للمخ، اكبر مدمر للاحاسيس. تعابين الدخان الازرق بتزحف عليكم من كل مكان، دمروها وانتوا فايقين قبل ما تزحف عليكم وانتوا تايهين. المتعه وانتوا فايقين احسن مليون مره من المتعة وانتوا تايهين.
الحب وانتوا فايقين احلى 100 مره من الحب وانتوا تايهين. أبو سريع سلم نفسك أبو سريع. خلاص اللعبة خلص. تعال جنبي. مصوبة. ارجع يا ضبع. تعال قدام العربية. قدامي. Ha ha ha!
تاني. خد دافع عن نفسك. دي جدعنة جدعنة. دي مش جدعنة.